السلام عليكم يا جماعة، شوفوا الميزة هذه لو صارت في الواتساب. طبعا تقدر تطرش فيديو ماكسيموم 60 ثانية عن دقيقة بهالطريقة بشكل مصغر، مو فيديو رسمي ولا شيء. شلون الطريقة؟ تضغط على علامة المايك، تحول عندك علامة الفيديو، تقدر تتم ضاغط او نفس سالفة الفويس انك تسحب لفوق وهو يصور. تقدر تحذف، تقدر تقلب الكاميرا، تقدر توقف الفيديو، تقدر ترسله دايركت بهالطريقة ويروح للشخص صوت وفيديو. تم ضغط تقدر تحذف عادي، أمورك طيبة إذا طرشت بالغلط يعني. بس والله.